هلا حبايبي الحلوين، شلونكم؟ هاليوم رجعت لكم بفيديو، يعني انا طبخت هاليوم البيتنا اللي هو زوجي والاولادي. سويت تمن احمر اللي كل العراقيين يسووه ويحبوه، ام شور يعني متاكده. وسويت وياه الباذنجان المقلي، ولو هاليوم هذا ما مقلي، انا خليته بالاوفن، قلت على مود ما اريد هوايه يعني زيت يكون. وسويت وياه لحم القيمه لان كنت مستعجله وعلى السريع سويت لحم القيمه، وما سويت وياه لحم الشرائح هاي الكبار مال الطبخ. وهذا وياه يعني بصل، وخليت وياه شويه كاري وشوية فلفل أسود. طبعاً هاني أحب الكاري بالأكل مالتي من أطبخ، وشوي زلاطة وشوية هاي المقبلات الطرشي والزيتون وبصل والليمون. وأحب أقول يعني للمتابعين مالتي فد أوضح فد شغلة، يعني أهني مو طباخة خصاصية، يعني مو بروفيشنال، بس هوايتي هي الطبخ. فيعجبني اطبخ لبيتي، يعجبني اطبخ لزوجي، لاولادي، لاهلي. واني احب اشارككم يعني وياي بالطبخ. وباليوم اللي يعني شنو اطبخ مثلا هاليوم، يعجبني اشوف لكم واشارككم وياي، واحب تعليقاتكم الجميله واشكركم عليها. تشجعني كثير، يعني هوايه تشجعني بال يعني يوم مالتي بالطبخ وياي. سو هسه اني اريد اكل قبل لا يجي منو ابو سمره يخلص علي الاكل. باي باي، احبكم، باي.